مساعي بكين وواشنطن لبث الدفء في علاقات البلدين انطلقت اليوم بزيارة وفد رفيع المستوى، ولمدة 3 أيام سيجول الوفد الأمريكي في دول المنطقة الصين وكوريا الجنوبية واليمن. ويترأس الوفد الأمريكي دانيال كريتنبرينك مساعد وزير الخارجية لشؤون شرق آسيا والمحيط الهادئ وكبيرة مديري مجلس الأمن القومي لشؤون الصين وتايوان لورا روزنبرغر. وتعتزم الإدارة الأمريكية إرسال الوفد تنفيذا للوعد الذي قطعه الشهر الماضي في بالي الرئيسان الأمريكي والصيني لمحاولة إعادة العلاقات لطريقها الصحيح. حينها أعلن الرئيسان أن الدولتين ستواصلان إدارة المنافسة بين البلدين بشكل مسؤول واستكشاف مجالات التعاون المحتملة. في الأثناء سيعد الوفد الأمريكي لزيارة وزير الخارجية أنتوني بلينكين للصين المقررة أوائل العام المقبل، والتي ستكون الأولى من نوعها لدبلوماسي أمريكي بارز منذ 4 سنوات. وتحدث بايدن وشي خصوصا عن مواضيع خلافية منها مستقبل تايوان والقيود الأمريكية على واردات المنتجات التقنية الصينية واتساع النفوذ الصيني. التوترات بين أمريكا والصين تصاعدت مشاهدينا ببطء منذ عقود، لكنها ارتفعت بشكل كبير بعد أن شن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حربا تجارية حمائية مع الصين. ومنذ توليه منصبه العام الماضي لم يفعل بايدن الكثير لعكس سياسات ترامب التجارية. وخلال اجتماعهما الشهر الماضي أبدأ الرئيسان الصيني والأمريكي رغبتهما في تفادي تحول المنافسة بينهما إلى نزاع. التوافق الظاهر بين شي وبايدن لا يمنع وجود خلافات أكبر، لعل من أبرزها ملف تايوان. فعلى هامش قمة مجموعة 20 حذر الرئيس الصيني واشنطن من أن بكين تعتبر تايوان خطا أحمر يجب عدم تخطيه. وسائل إعلام صينية نقلت عن شي جين بينغ قوله إن مسألة تايوان في صميم المصالح الجوهرية للصين والقاعدة للأساس السياسي للعلاقات الصينية الأمريكية. حينها قال الرئيس الأمريكي إن أفعال الصين العدوانية بشأن تايوان تعرض السلام للخطر في المنطقة. محور جدل آخر في العلاقة بين الدولتين هو محاولة الولايات المتحدة إعاقة الصين في المجال التقني. الرئيس الأمريكي جو بايدن وقع في أغسطس الماضي الرقائق الإلكترونية المسمى اختصارا بتشيبس، ووعد بمليارات الدولارات في شكل حوافز وإعانات لتعزيز إنتاج أشباه الموصلات على الأراضي الأمريكية. بموجب القانون تمنع الشركات الأجنبية من بيع أشباه الموصلات المتطورة ومعدات تصنيع الرقائق للشركات الصينية. كما قد يواجه المواطنون الأمريكيون والمقيمون فيها عقوبات إذا تعاملوا مع الشركات الصينية وفقا للقواعد الجديدة. لكن هل ستحدث القيود هذه تأثيرا على الصناعات الصينية؟ بحسب مختصين التأثير سيكون وقتيا فقط. ففي مقابلة مع صحيفة فاينانشال تايمز قال الرئيس التنفيذي لشركة NEC اليابانية للتقنية تاكايوكي موريتا إن تأثير العقوبات مؤقت، بينما سيستمر وجود الصين بقوة في مجال الذكاء الاصطناعي. واعتبر المسؤول الياباني أنه من غير الممكن تجاهل القدرة التنافسية للصين في التكنولوجيا، وأنها ستصبح واحدة من القوى التي يحسب لها حساب على المدى الطويل. موريتا أضاف أن بعض المجالات قد تشهد انخفاضا في سرعة تطورها، إلا أن ذلك لن يوقف البحث والتطوير في الصين، ولن يكون بالإمكان
إعاقتها تقنيا كما حدث سابقا مع الاتحاد السوفيتي.